عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم المتميزة دايما، قناة أجيال أندلس. معكم أسامة رز، مؤسس قناة أجيال أندلس وأجيال دوت كوم. وزارة التربية والتعليم بيقول لك مفيش امتحانات في السنوات الدراسية الأولى، يعني أولى والتانية والتالتة مفيش امتحانات. طب إيه تاني يا سيدي؟ أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه ليس هناك امتحانات أو نجاح أو رسوب للتلاميذ في السنوات الدراسية الأولى، وذلك بهدف استمتاع الطالب بالتعليم والأنشطة. انا معارض الموضوع ده بامانه. يعني الطالب لو مفيش امتحانات او مفيش تقويمات او مفيش رادع للتعليم، او مثلا الطالب بيذاكر لازم يكون في مقابل للمذاكره بتاعته اللي انا بقيمه. التقييم ده شيء اساسي في التربيه والتعليم. فهو الدكتور طارق هو ممكن يكون المقصد او القصد من الموضوع ده كله ان مفيش امتحانات مانيش اجبر الطالب يمتحن، ماشي، بس المفروض اخلي فيه طالب يبقى عنده وعي فيه بعد مجهودك ده كله يا باشا انت هتمتحن، ولازم في تقييم، لو ما جبتش كذا هتبقى كذا. فأكد الدكتور شرقي وزير التربية والتعليم أنه ليس هناك امتحانات أو نجاح أو رسوب للتلاميذ في السنوات الدراسية الثلاث الأولى. ليه يا سيدي؟ قال لك استمتاع الطالب أو الطفل بالتعليم والأنشطة. ونشر وشدد خلال الحوار لبرنامج يحلس في مصر المذاعة على قناة ام بي سي اللي بيقدمه شريف عامر على أن الكتب الخارجية غير شرعية. ونشرها يرتزقون منها، ولن يتم ترخيصها في التعليم الجديد. مضافا أنصح أولياء الأمور بتوفير أموالهم وعدم إشراء. أنا برضو مش معاك في الموضوع ده. يعني مثلا عندنا كتاب الامتحان، كتاب الأضواء، الكلام ده كله الطالب ما بيلاقيش الكلام ده في الكتاب يا دكتور شوقي. لو الكتاب فيه كل الكلام ده، فيه التدريبات دي، فيه الحاجات دي كلها، فيه الكلام ده كله، صدقني الطالب مش هيشتري حاجة تانية. يعني أما تيجي تبص مثلا سعر الكتب الخارجية كتيرة جدا، ولما تيجي تبص الطالب نفسه مش عاوز يشتريها والله. يعني هو الطالب، أنا من واحد ما بحبش أشتري كتب خارجية للطالب، أنا بشتريها لنفسي، أجيب منها الأسئلة أديها للطالب. لكن ما بشتريهاش اقول للطالب خاص من عنك تجيب. لا، في مدرسين بيجبروا الطلبه اللي هو يجيب مثلا كتاب الامتحان او كتاب الاضواء عشان ناخد فيه يا جماعه، ناخد فيه النهارده والكلام ده كله. لا، انا بتكلم على اساس ايه؟ اللي هو لو الكتاب المدرسي فيه كل الامكانيات اللي فيها التدريبات، في السنوات الماضيه الامتحان بيجي ازاي، نظام البوكلت، الكلام ده كله، سواء بقى ابتدائي او اعدادي او ثانوي، الطالب مش هيفكر يشتري كتاب خارجي. تمام؟ فاحنا قبل ما نقول نلغي موضوع الكتب الخارجيه او الكلام ده كله، انا ما دافعش عنهم، هم حرين براحتهم، كل واحد حر. قبل ما نشيل الكلام ده يبقى فيه توفير، يبقى فيه بديل. المهم شدد خلال حواره اهوت قال الكتب الخارجيه غير شرعيه، وتابع لا نريد صناعه للكتب الخارجيه، واما ان يشتركوا معنا لافاده الطلاب والا سيصبح عملهم غير قانوني. ماشي. واكمل لدينا زياده سكانيه هائله في مصر، معدل 600 الف طفل كل عام، ومش قادرين نلاحق وقمنا بما نستطيع ان نفعله في تطوير التعليم بثمن معقول. والله هو كلام ما قلناش حاجه عليه، بس يا دكتور شوقي، قبل ما تلغي موضوع الكتب الخارجيه او تلغي الترخيص، خليهم بس برضو اتقوا الله، برضو في حكايه فلوس الكتب الخارجيه بقت كتير، الطبع بقى زياده والكتاب وصل لمبلغ وقدره. فيا ريت الكتب المدرسيه يا ريت توفر الامكانيات الموجوده في الكتب المدرسيه، توفر اللي موجود في الكتب الخارجيه، واحنا مش هنفكر نشتري حاجه من بره. خلاص، يعني دور على داخلي قبل ما تفكر خارجي. ف اللهم اصلح حال التعليم في مصر، يمكن التعليم يتصلح على يد حضرتك، وربنا يقدرك على فعل الخير، ويقدرنا كليتنا ان احنا نقدر نربي اولادنا تربيه صحيحه، لان لن تقام الامم الا بالتعليم. اشترك في القناه حتى يصلك كل جديد ان شاء الله. في امان الله. لو في اي تعليق، اي حاجه، تحت امركم في الوصف، تحتكم هيبقى تحت في الوصف هيبقى في كل حاجه انت عاوزها، سواء موقع اجيال اندلس او قناه اجيال اندلس ان شاء الله. تحت امركم في اي حاجه ان شاء الله. في امان. اشترك في القناه وفعل زر الاشعارات، وايضا لا تنسى دعمنا بلايك.